طبعا اليوم معرضنا كان بخصوص إعادة تدوير. طلبنا من كل الأهالي إنهم يساعدونا أي حاجة في البيت نقدر نصنع بها أشغال. طلعنا مواهب صغار بالحاجات اللي نقدر نشتغل بها. بالنسبة لزي توهادي كانت مجرد جريدة اشتغلوا عليها الصغار بإتقان. حاولنا إن احنا ننسق الألوان باش تكون متناسقة في المعرض. وحنا اليوم جينا المعرض درنا حاجات إعادة تصنيعية. توزع الروبوت هذا درناه بالسيلفر والسيليكون وإعادة تصنيع الكرتونيات، ودرنا الألوان رسم، ودرنا زي مسجد، ودرنا هلبة حاجات مفيدة. جينا اليوم لمعرض معرض الفنون، جينا معرض ونديروا في أعمال إعادة تصنيع، إعادة تصنيع الأشياء، وصنعنا روبوت من الكرتوني والسيلفر والسيليكون وإعادة تصنيع الحاجات. وانا درت هذه استخدمت خديت كرتوني بعدها حطيناه، بعدين خدينا مجموعة ورق مقوى رسمنا عليه ورقي بألوان مختلفة وقعدنا نقصه لين بعدين درنا لفناها على الحلقة كاملة وقررنا شوي نستخدم الورق الهواء اللي فيه لمعة، وبعدين الورق المقوى استخدمنا اللون الأصفر وخدينا هذا الليمي وقلنا علاش نديروش اللون الطبيعي لون الورقة اللي هو الأخضر، ومشي قصينا أكثر لون هو الأخضر لأن الأكثر تميز على الباقي خاطر اللون الطبيعي بتاعها، بعدين لزقناهم بالسيليكون عنا نلزقوا فيهم السيليكون وهذه النتيجة النهائية بتاعها. Thank you.